شكرا فرح، صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. والآن موعدنا مع موجز لأهم وآخر الأخبار. يستأنف مجلس شيوخ جلساته العامة اليوم لمناقشة باقي مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر أعضاء مجلس النواب 60 نائبا. كان المجلس قد وافق خلال جلسته أمس على 19 مادة من مواد المشروع. يهدف القانون إلى أن تمنح الدولة معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر 65 أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن. يشارك سامح شكري وزير الخارجية في أعمال الدورة السابعة لمنتدى داكار الدولي حول السلام والأمن في أفريقيا، والذي تنطلق فعالياته اليوم تحت شعار تحديات استقرار وبزوغ أفريقيا في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا. صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن المنتدى يعقد تحت رعاية الرئيس السنغالي ماكي سال بمشاركة وزراء وكبار مسؤولين من مختلف دول العالم، إضافة إلى ممثلي العديد من الشركاء والمنظمات الدولية والإقليمية. تنطلق اليوم أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، ولتستضيفها مصر بمشاركة وفود من 49 دولة عضو من إجمالي 51 دولة عضو عامل بالمنظمة. ستبدأ أعمال الاجتماع بجلسة افتتاحية تتخللها كلمة ترحيبية للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة. كما يتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة 14 للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، والذي تستضيفه مصر يومي 8 و9 من الشهر الجاري، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يبدأ اليوم ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان جولة خليجية رسمية تشمل كل من البحرين والكويت وسلطنة عمان والإمارات وقطر. تركز الزيارة على تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي الست في جميع المجالات. وأخيرا رياضيا، تقام اليوم 4 مباريات ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر، وتستمر حتى 18 من الشهر الجاري، حيث يلتقي في 5 مساء منتخب تونس مع منافسه الإماراتي، وفي التوقيت ذاته يلتقي منتخب سوريا مع نظيره موريتانيا، وفي 9 مساء يواجه منتخب قطر منافسه العراقي، فيما يلتقي في التوقيت ذاته منتخب عمان والبحرين. بكده بيكون انتهى موجز أخبارنا النهاردة. بشكر حضراتكم على المتابعة. دلوقتي هنروح مرة تانية لزملائي جاد وفرح لاستكمال فقرات صباح البلد.